الجنوب الجزائري استضاف شبيبة الساورة على أرضه بملعب 20 أوت ببشار لمصالحة جماهيره. استضاف اتحاد بسكرة الطامح لخطف النقاط 3 للابتعاد عن منطقة الخطر. بدأ شبيبة المباراة مهاجما وفرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء أضاعها القائد يحيى شريف نتيجة التسرع، ليرد عليه من جهة الاتحاد بهجمة مرتدة مباغثة في الدقيقة 7 ليسكن المهاجم سعدي الكرة شباك معلنا بذلك تقدم الزوار بهدف أول. بعدها بحث رفقاء القائد يحيى شريف عن هدف التعادل على غرار محاولة حامية في الدقيقة 30. الكرة مرت أمام المرمى ولم تجد الأقدام التي تضعها في الشباك. وقبل انتهاء المرحلة الأولى بدقيقتين ضربة حرة مباشرة للشبيبة على مشارف في منطقة الجزاء نفذها اللاعب مسعودي، لكن حارس الاتحاد كان لها بالمرصاد. لينتهي أطوار الشوط الأول بتقدم أشبال المدرب الكناوي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني وبعد مرور 9 دقائق من عمره أقحم مدرب شبيبة الساورة بغرار المهاجم زيري حمار مكان اللاعب الوسط بوشيبا، تغيير قلب به موازين اللقاء، هدف في الدقيقة 56 من تسديدة للاعب حامية مرجحا بذلك كفة الشبيبة. وبعدها ب8 دقائق لمسة يد من دفاع اتحاد بسكرة داخل مربع حارسه ليعلن حكم المباراة عن ضربة الجزاء ليسجل منها اللاعب حامي هدف التقدم للشبيبة ليتنفس الجماهير السعداء. وبالرغم من محاولات رفقاء القائد الأخضر للعودة في النتيجة لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز لشبيبة الساورة يعيدها إلى سكة الانتصارات معززا رصيده ب16 نقطة. وفي المقابل يتواصل مسلسل هزائم اتحاد بسكرة ما يزيد من معاناته بين فرق مؤخرة الترتيب برصيد 9 نقاط.